واليوم عندنا درس جمع الأعداد الطبيعية بالنسبة للسنة الأولى، ثم ننتقل إلى السنة الثانية دون احتفاظ. إذن الحصة اليوم، الحصة الأولى راح نخصصوها إلى الجمع بدون احتفاظ بالنسبة للسنة الأولى والسنة الثانية. في الحصة الثانية اللي مراها راح نقدموا الجمع بالاحتفاظ أيضا بالنسبة للسنة الأولى والسنة الثانية، ونفس الفكرة تطبق مع السنة الثالثة والرابعة الخامسة إلى غير ذلك على حسب المراتب. إذن اليوم واش عندنا؟ عندنا ديلة تحمل الوحدات والوحدات والعشرات والمئات. عندنا اقترحنا عدد 20 52. إذن هذا العدد هذا راح نشوفه كم يساوي هذا العدد، لكن مش بالطريقة تاع العمليات، ولكن بالطريقة الخشيبات. ما نستعملوش كامل اللوحة، ما نستعملوش كامل الكتابة، وإنما نستعمل فقط هذه الوسائل باش يقدر التلميذ تاعنا أو ولدنا يلعب. إذا راح نشكلوا كما في الدرس اللي فات درنا تشكيل عدد عن طريق هذه الخشيبات، قمنا بحصة مقبل هذه. راح نشكلوا فقط عن طريق التشكيل، عن طريق المحسوس. الطفل راح يمس، راح يلعب، وفي نفس الوقت راح يلقى النتيجة اللي موجودة هنا. إذا هنا 20 راح نشكلوا العدد، نطلبوا مولدنا راح يشكل لنا العدد 20. عندنا 2 عشرات وما عندناش الوحدات. مباشرة نروح عند العشرات، نجيبوا العشرات ونجيبوا 2 من العشرات، نوضعوهم هنا حسب التشكيل. ثم الوحدات ما نروحوش عندهم لأنه الوحدات ما عندناش. عملية الجمع نروحوا عندنا 5 في العشرات، نجيبوا 5 خشيبات، نوضعهم فوق العشرات. عندنا بالنسبة للوحدات عندنا هذه المرة عندنا 9، نجيبوا 9 منا نحسبوهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا 9 هذو راح نوضعهم فوق الوحدات. إذا احنا شكلنا العدد، ويقدر وليدنا يقرأنا أو بنتنا تقرأنا العدد 20 اللي هو 2 عشرات وما عندناش الوحدات، والعدد 59 عندنا 5 عشرات وعندنا 9 وحدات. إذا هنا عندنا 4 و5 9. كم يساوي؟ نروحو ندو كامل وحدات الخشيبات هذو إلى النتيجة، نحطوهم هنا في النتيجة، نكملو ندو العشرات تاع العدد الثاني والعشرات تاع العدد الأول عفوا. من بعد نجيو نحسبو كم هي النتيجة. إذا هنا راح نشوفو العدد 9 ما تغيرش، العدد 9 ما تغيرش، يعني بقى كيما راه. يعني راح نلقاو 9 هنا نحطوها كما تلاحظي 9. العدد 2 و5 نعاود نحسبو 1 2 3 4 5 6 7. نجيبو العدد 7 ونحطوه لهنا، والعملية تصبح 79. بالطريقة هذه ما استعملناش اللوحة ولا الكراس ولا القلم ولا التبشور ولا أي حاجة. التلميذ هنا في بعض الأحيان يكره يكتب ويكره التمارينات، يقولوا له روح ندير لك شوية تدريبات رياضيات، يكره. إذا احنا راح نخرجوه من ذاك الروتين هذاك تاع الكتابة بالألواح أو بالكتابة على الكراس، راح نستعملوا له هذه الألعاب. حتى ولا ما عندناش هذا البطاقة، هذه الأرقام الخشبية، بالطريقة هذه نقدروا نخدموا له بطاقات فيها 2 فيها 0 زائد الأعداد كامل، ونقدروا نديروا له بطاقات بالزيادة باش يقدر يدير العملية هذه. إذا هذه بالنسبة للعملية السنة الأولى. ننتقل الآن إلى عملية بالنسبة للسنة الثانية، لأنه السنة الثانية توصلوا إلى المئات. عندنا عدد الأول مكون من 3 أرقام، وعندنا عملية الجمع، وعندنا 45 المكون من رقمين فقط. إذا بالطريقة هذه راح يشكل ولدنا أولا، قبل ما يشكل نطلبوا منه باش يقرأ العدد أو بنتنا تقرأ العدد، ثم يقرأ العددين باش يقدر يقرأ قراءة الأعداد. دائما نعاودو نذكرو حتى يولي سريع في قراءة الأعداد بدون خطأ. نروحو نشكلو هاد الأعداد هادو. إذا من المئات نجيبو من الدلو تاع المئات نحطو 1 فقط، 3 في العشرات نروحو نجيبو الدلو الدلو تاع العشرات ونحطو 3 فقط، و2 يمثل الوحدات نروحو للدلو تاع الوحدات ونحطو 2. إذا هنا نقراو عاد نعاودو نقراو العدد بلا ما نشوفو منا. 100
واثنان وثلاثة. عملية الجمع، نروح العدد الثاني 45، نروحوش لأحد، عفوا ما نروحوش المئات لأنه هذا العدد مكون من رقمين يعني عشرة ووحدات فقط. نروحو للعشرات، ندو أربع خشيبات، أربعة، ونوضعها فوق العشرات. خمسة في الوحدات نجيبو خمسة خشيبات ونحطوهم خمسة، ونلقاو العدد 45. الآن نروحو للنتيجة، النتيجة سهلة، نجيبو كامل الوحدات على اليمين، الوحدات على اليمين اللي هما نحسبوهم، نروحو نجيبو العشرات في المرتبة الوسطى، ثم هذا المئات نحطو هنا. إذا هنا نروحو نعدو واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، نجيبو العدد أو الرقم سبعة نحطوه هنا، عندنا سبعة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أيضا سبعة في العشرات، نجيبو سبعة في العشرات، وواحد فقط في المئات، ونحطو الواحد تاعنا في المئات. يصبح العملية تصبح 132 زائد 45 يساوي 177. إذا هذه العملية بالنسبة للسنة الثانية. نستطيع أيضا أن نقوم بعملية الجمع من ثلاث أرقام زائد ثلاث أرقام في السنة الثانية. إذا هذه عملية بالنسبة لي ثلاث أرقام زائد ثلاث أرقام، عملية هي 247، ونخلو دايما ولادنا ما يقراو العدد، زائد 401. إذا راح نشكلو العدد، ماشي حنا اللي نشكلو العدد طبعا، دايما ولادنا هما راح نشكلو العدد، برك أنا راني ندير فيه درس نموذجي. اثنين في العشرات نزيدو اثنين لأنه عندنا أربعة، ثم عندنا سبعة في الوحدات، سبعة في الوحدات من سبعة توانا. إذا نعدو نقراو 247 زائد 400، نجيبو 400، أربع خشيبات من هنا نوضعو أربعة، من نجيبوش العشرات لأنه ما عدناش، ونجيبو واحد فقط من الوحدات ويساوي. إذا هنا عندنا 247 زائد 400، ما عندناش هنا واحد، وحنا قلنا في الدرس اللي كيف نملأ الأعداد سماعا، درنا الدرس كيفاش نحنا نملو على ولادنا الأعداد وما يكتبوهم بطريقة صحيحة. راح نقول 401 هو راح يكتب لي صفر بالضرورة، لأنه مرتبة هذه ما نقدرش ندير مباشرة، ندير 41 يعني الصفر باش نحيوه، اذا ولو انه ما كاش لكن هو يملا مرتبه. اذا هنا راح نديروا العمليه تاعنا، نبداو بالوحدات، نجيبوا كامل الوحدات تاعنا، طبعا هذا العمل مش واحد كبير يديرو، هو العمل هذا عفوا، هذو المئات نجيبو العشرات المقبل، ثم نجيبو كامل المئات، ونروحو لهنا نبداو نعدو باش نحطو العدد تاعنا. إذا هنا عندنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، عفوا ثمانية، ثمانية هنا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وتعطينا العدد
648. دائما اولادنا هما اللي راح يقوموا بهذه العمليه، وفي التالي هما يطور المهاره تاعو في الناحيه تاع المحسوس، مش حيكتب هنا، راح نبدلوا له الروتين كما قلت في بدء الامر. اذا الاعداد يولي يشكلهم ويقراهم ويدير عمليه الجمع في نفس الوقت، يعني راح يوظف عده معلومات ومعارف عنده ويلقى النتيجه. ودائما نعاود نقول انه عمليه الجمع الى غلط تلقى هذا اصغر من هذا العدد او من هذا العدد او غلط. دائما عمليه الجمع نلقاو النتيجه تاعنا اكبر من العددين اللي وجدنا اللي وضعناهم في عمليه الجمع. اذا بهذا ننهي الحصه الاولى من الجمع دون احتفاظ الى الحصه المواليه باذن الله، الجمع بالاحتفاظ في السنه الاولى وفي السنه الثانيه. وشكرا جزيلا على المشاهده.